مع بدء العد العكسي لموعد المراجعة الدورية الشاملة التي تجريها الأمم المتحدة لسجل البحرين الحقوقي، تتصاعد وبشكل مضطرد الإجراءات القمعية للسلطات الحاكمة في البحرين ضد الناشطين وخاصة الحقوقيين منهم. وفي هذا الإطار استدعت السلطات في الآونة الأخيرة أكثر من 20 ناشطا ومعارضا سياسيا، ومن بينهم المناضل إبراهيم شريف وزوجته، فيما تمادت في إصدار الأحكام التعسفية بحق المواطنين، ومنها الحكم الذي صدر بسجن الشاب جعفر الدمستاني لمدة 7 سنوات، فيما يقترب موعد محاكمة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم. ومن يحاول إسكات شعب هذه لغته عن حقه فإنما يحاول المستحيل ويصطدم بصخرة لا تلين، بجبل أشم يتكسر والجبل لا ينفلم. وفي ظل هذه الأجواء الملبدة تتواصل ممارسات التعذيب داخل سجون الخليفية، في وقت أعلن فيه الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة الجاري في المعتقلات. وأما خارج السجن فتسعى السلطات لتمرير قانون أحوال الأسرة المرفوض من قبل العلماء. The past decade has demonstrated repeatedly and with punishing clarity exactly how disastrous the outcomes can be when a government attempts to smash the voices of its people instead of serving them. هذه التطورات التي تتزامن مع قرب موعد المراجعة الدورية الشاملة في الأول من شهر مايو المقبل بجنيف تثبت أن السلطات غير آبهة للمجتمع الدولي، لأنها تحظى بحماية من القوى الكبرى وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة اللتان تخلتا عن تعزيز قيم حقوق الإنسان في العالم إكراما لعقود التسلح التي تبرمهما مع الأنظمة القمعية وفي مقدمتها السعودية والبحرين.